السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نواصل معكم سلسلة تمارين نهايات دالة عددية بنهايتين جديدتين. إذا نبدأ بالنهاية الأولى، لدينا الليميت ديال جذر x زائد 1 ناقص 2 على x ناقص 3 x تؤول إلى 3. إذا دائما نبدأ بالتعويض المباشر. إذا كنعوض x بالعدد 3، إذا الجذر ديال 3 زائد 1 ناقص 2 على x ناقص على 3 ناقص 3. إذا الجذر ديال 3 زائد 1 هي الجذر ديال 4 اللي كتساوي لنا 2 ناقص 2 على 0. إذا 0 على 0. إذا هذا كيتسمى شكل غير محدد، فورم انديتيرمين. إذا لإزالة الشكل غير المحدد نستعمل تقنية الضرب في المرافق. إذا كنضربو في ليكسبريسيون كونجوغي. إذا المرافق دائما كنستعملوه ملي كيكون عندنا تعبير فيه الجذر. إذا بشكل عام لو كونجوغي ديال جذر أ ناقص بي هو جذر أ زائد بي. إذا اللي كانت عندنا هنا ناقص كندير زائد، إذا كان زائد كندير ناقص. الجذر ديال أ ناقص جذر بي إذا هو جذر أ زائد جذر بي. وإذا كان عندي غير جذر تعبير معين فالكونجوغي ديالو هو جذر أ. إذا كنضربو في ليكسبريسيون كونجوغي ديال هاد التعبير هذا. إذا ليميت جذر إكس زائد 1 ناقص 2، إذا غادي نضرب في ليكسبريسيو كونجوغي اللي هو جذر إكس زائد 1 زائد 2 على إكس ناقص 3، كذلك غادي نضربها في ليكسبريسيو كونجوغي اللي استعملت ديال لا ليميت في 3. إذا لاحظوا معايا بأن هاد الجدا مكتوب على شكل ايدونتيتي روماركابل، يعني مكتوب على شكل أ موان بي فوا أ بلوس بي. إذا هادي ايدونتيتي روماركابل كتكون على شكل أ كاري موان بي كاري. إذا أ موان بي أ بلوس بي. إذا لا ليميت ديال جذر إكس زائد 1 ناقص 2 أس 2، التعبير اللي كان في البسط غادي نخليه كما هو. إذا المربع مع الجذر، إذا كيبقى لنا x زائد 1 ناقص 2 أس 2 هي 4. إذا زائد 1 ناقص 2 تساوي ناقص 3. إذا ممكن نكسبو x ناقص 3 على x ناقص 3 الجذر x زائد 1 زائد 2. إذا هنا كما كتلاحظو ف x ناقص 3 عندي في البسط وفي المقام. إذا on peut simplifier بإكس ناقص 3، إذا كيبقى لنا لا ليميت. إذا في البسط يبقى العدد 1 وفي المقام تبقى إكس زائد 1 زائد 2. إذا دابا يمكننا نديرو التعويض. إذا الجذر ديال 3 زائد 1 زائد 2 1، الجذر ديال 3 زائد 1 هي الجذر 4 أي 2 زائد 2، إذا 1 على 4. النهاية الموالية دائما نستعمل التعويض المباشر. إذا نعوض إكس بالصفر، إذا كيبقى لنا الجذر ديال صفر كاري زائد صفر أس 4 على صفر أي صفر على صفر. إذا كذلك فورم انديتيرمين.
إذا ممكن هنا نستعمل الإكسبريسيو كونجوغي وممكن نستعمل التعميل. إذا كنلاحظوا بأن عندي إكس هنا وممكن نعمل في الجذر داخل الجذر بإكس ومن بعد نختزل بإكس. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو هاد التعبير هذا وغادي نحاولو نكتبوه بشكل مبسط. إذا اون فاكتوريز باغ إكس كاري. إذا عملنا بإكس كاري، إذا غيبقى لي واحد زائد، إذا إكس أس 4 عملنا بإكس كاري غيبقى إكس وكاري. إذا هاد الإكس كاري كنخرجوها من الجذر، إذا إكس كاري غتمشي مع الآخر غترجع. إذا هنا خصني ننتبه، فبشكل عام غتصبح عندنا جذر إكس كاري جذر واحد زائد إكس كاري على إكس. جذر إكس كاري كتعطيني لا فالور أبسولي ديال إكس، إذا بشكل عام الجذر ديال واحد إكس كاري كيعطينا القيم المطلقة ديال إكس. إذا على حسب قيم إكس، إذا كانت إكس موجبة كيعطيني إكس، إذا كانت إكس سالبة فالقيمة المطلقة كتساوي ناقص إكس. إذا حنا عندنا إكس تؤول إلى صفر، دوك حنا مكنعرفوش إكس واش أكبر من الصفر أو أصغر من الصفر. إذا الصفر إكس ممكن تكون في الجانب ممكن تكون في الجانب هذا، وبالتالي هنا غادي ندير الحالات. إذا لا ليميت حنا كنعرفو بأن لا ليميت ديال بشكل عام واحد الدالة في إكس زيرو إلا كانت كتساوي لنا واحد العدد، فهذا يكافئ ماذا؟ يكافئ أن الليميت ديال إف لي إكس إكس زيرو أدروات كيساوي لنا الليميت ديال إف لي إكس إكس زيرو موا. إذا هاد لي ليميت كلهم خصهم يكونوا متساويين. إذا شنو غادي ندير؟ غنحسب النهاية على اليمين والنهاية على اليسار في الصفر. إذا لا ليميت ديال جذر إكس كاري زائد إكس أس 4 على إكس في الزيرو بلوس. إذا لا ليميت، إذا غنستعملو هاد التعبير الأخير، إذا إكس أكبر من الصفر يعني القيمة المطلقة ديال إكس كتساوي لنا إكس. إذا على واحد زائد إكس كاري على إكس في الزيرو بلوس. دونك اون سامبليفي باغ إكس. إذا كيبقى لينا الليميت ديال جذر واحد زائد إكس كاري زيرو بلوس. تعويض المباشر، إذا واحد زائد زيرو كاري هي جذر واحد هي واحد. الآن دابا لا ليميت في زيرو موا. إذا لا ليميت في زيرو موا ديال إكس كاري بلوس إكس كاتر على إكس إيتيكال، إذا لا ليميت القيمة المطلقة ديال إكس في هاد الحالة غتساوي لنا ناقص إكس، لأن إكس عدد سالب. إذا واحد زائد إكس كاري على إكس في زيرو موا. إذا أون سامبليفي باغ إكس كيبقى لي ناقص جذر واحد زائد إكس كاري في زيرو موا. إذا كتساوي لنا ناقص الجذر ديال واحد زائد صفر اللي هي ناقص واحد. إذا هاد ليكسبريسو هاد الدالة هادي أدمي أن كوم ليميت في الإكس زيرو بلوس، وكتأدمي موان زان كوم ليميت في إكس زيرو موان، ولكن الواحد كتستهلف على ناقص واحد. دونك بوسكو دونك او بيان كوم ليميت ديال اكس كاري بلس اكس على بوسونس 4 على اكس في الزيرو بلس ديفيرون ليميت ديال راسين اكس كاري زائد اكس على بوسونس 4 على اكس في الزيرو موان، الو في الحالة
cette fonction n'admet pas de limite en 0. Alors, cette fonction x carré plus x à la puissance 4 sur x n'admet pas de limite en 0.